اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاسكالوب البانيه، اسكالوب فينواز، كوردون بلو، دي اسماء ننطقها بالصعب شويه، يعني نطقها صعب شويه، ولكن بنشوفها في المنيو فيها افكار كتيره، فيها غلبه كتير، فانا بسهل عليكي لما تقري حاجه صعب ان احنا ننطق اسمها او التفاصيل بتاعتها انك تقدر تعملها في المطبخ بسهوله. فانا وظيفتي النهارده بسهل لك الاسم الصعب اللي بتشوفيه في اي منيو بتروحي مطعم. اسكالوب فينواز هو اسكالوب بانيه اللي هو البفتيك، هنعمله النهارده بالبقسماط والبيض مع خضار سوتيه. له تفاصيل كتيره، اللحمه ما تكشش مني، اللحمه تستوي، اقطع اللحمه كده زي المطاعم بالشوكه والسكينه واكلها مع خضار سوتيه من الجزر والكوسه، ممكن بروكلي، ممكن بطاطس حسب الرغبه. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما المكرونه بالوايت صوص، فعشان يحبوها اكتر ممكن نعملها باشكال هندسيه مختلفه. فمعايا مكرونه حلزونيه النهارده هعملها مع المشروم، والمشروم مصدر بروتين نباتي قوي جدا، هنعملها بالوايت صوص، ودي مشهوره ببعض المطاعم يقول لك مكرونه بالمشروم مع الوايت صوص وبالجبنه، هنعملها مع بعض النهارده. انا شخصيا بحب البطاطس، وعشان بحبها بحب دايما اغير من طعمها، فاعملها النهارده بطاطس مقليه اللي هي الفرايد بطاطا، هنعملها مع الجبنه، هتشوف نعملها ازاي، والجبنه بتشوفها ببعض المطاعم المشهوره بتنزل بشكل كريمي كده لطيف على الجبنه على البطاطس المقليه، بصراحه انا بعشقها، وخاصه لو نقدم معاها خيار مخلل. تعالوا مع بعض نشتغل في طبق المكرونه بتاعنا، لان اللحم بيتبل هنا، كل القصه بعد كده هخش على مرأة. ايه الحلاوه؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ صوره فيها اشكال هندسيه، فيها الخضار السوتيه بتاعنا الجميل، ممكن نحط بروكلي، ممكن نحط مشروم، ممكن نحط سبانخ، بس في حاله لما نسلق سبانخ مش نسلقها كده، فيها طريقه تانيه بالشكل ده كده اهو. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل ازاي اعمل لاولادي طبق مكرونه بالوايت صوص مع المشروم مع الدجاج. اكيد مدرسه، المطبخ بتاعنا النهارده مطبخ غربي، يعني فيه افكار كتيره اسئلته صعبه شويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، والمعنى كمان من المطبخ الغربي اللي هو له الغاز وله تفاصيل. معرفش ليه الكعبله وليه الاسماء الصعبه اللي بنلاقيها في بعض المنيوهات. الام بتبقى فرحانه وعايزه تعزم ولادها، الراجل الطيب بيبقى فرحان وعايز يعزم ولاده، فبيقول لك اجرب اشوف الاسم الغريب ده، ايه الكوردن بلو، ايه الاسكالوب فينواز، ايه الاسكالوب البانيه، ايه البوفتيك، الحاجات دي كلها. على فكره البوفتيك يطلق على شريحه اللحمه السليمه، ويطلق على اللحمه المفرومه لما تتعمل بانيه، راس زي البرجر كده وتتعمل بانيه. طيب احنا طبعا قطعنا المكرونه، هنشتغل فيها مكرونه بالوايت صوص والمشروم. المقادير على الشاشه، معانا مشروم زي الفل، ومعانا مكرونه حلزوني، ومعانا بصل، ومعانا توم، ومعانا روزماري، ومعانا كمان زعتر، وميه لسلق المكرونه. المقادير بسيطه وسهله. تعالوا نشوف ازاي هنعمل المكرونه بتاعتنا بالوايت صوص. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه هعملها هسلق المكرونه بتاعتنا. اخلي المكرونه جنب المشروم، بعتذر معلش. ادي المكرونه بتاعتنا اهي زي الفل في قلب الميه كده. انا كل القصه عايز اكسب وقت. المكرونه دي هتتسلق نص سوا في قلب ميه وشويه ملح، ممكن معلقه زيت صغيره بالشكل ده كده. حلو، يعني نص سلقه اكون جهزت الاساس بتاع المكرونه. طاسه على النار، الطاسه دي بنحط معلقه زيت زيتون، حلو، مع مكعبين من الزبده وشويه زعتر. انا دايما بحب الزعتر مع السي فود، اي اكله فيها وايت صوص، فيها مشروم، فيها وايت صوص، بستخدم زعتر. بحط فص توم، حلو، معانا المشروم بتاعنا. مشروم له شكل هندسي سبحان الله. شايفين الشكل ده كده؟ بنجهز الوايت صوص بتاع المكرونه من المشروم، من الدقيق، من الزبده،
من الحليب، شوربة المشروب بالكريمة. حاضر يا فندم. مخرجنا الجميل عايز يعرف طريقة عمل شوربة المشروب بالكريمة، واضح انه بيشربها في الاوبن بوفيه، ودايما بتلاقوها تتصدر قائمة المنيو بتاع الاوبن بوفيه او المقدمة بتاعت الشوربة في الاوبن بوفيه. البوفيه المفتوح في اي عرس في اي مناسبة حلوة، ربنا يكتر مناسباتنا الحلوة. مشروم وايت صوص عبارة عن معلقة زبدة، حلو، شوية حليب، هنقلب دول كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو طبعا طريقة مختلفة، انا حطيت الزيت مع الزعتر مع التوم، بعمل شوية وايت صوص لهم طعم ولهم شخصية كده اهو. ولازم احمر الدقيق في الزبدة عشان انا ما بحبش الوايت صوص ولا البشاميل يكون الدقيق مستوي كأنه كده عصيدة، لازم الدقيق يتحمر كده وياخد تيست وياخد طعم مع فص توم مع زعتر. شايفين الشكل ده كده اهو، مش بقول لك النفس، هو ده النفس اهو. شفت الدقيق هنا اهو 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 اهو، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اهو 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 تاني اهو، ده الوايت صوص بتاعنا اهو. حلو قوي، لغايه كده زي الفل. مضرب حليب، مضرب وحليب اه. نقلب دول كده، نستنى عليها هسه. طبيعي مجرد الحليب ما بيسخن بيديني القوام اللي انا عايزه. احنا حاطين معلقه زعتر في تحمير الزبده، انا عايز ادعم الطعم بشويه روزماري حلوين. معانا ده الروزماري بتاعنا، حلو، ونقلبهم كده. الفليفر بتاع الاعشاب في الوايت صوص مهم جدا على فكره اه. انا مش بستخدم اي مكسبات طعم تانية، لو عندك شوربة فراخ اهلا وسهلا، شوربة لحمة اهلا وسهلا، مش هتقول لا. بس في مكسبات طعم تانية حضراتكم عارفينها، مش عايز اقول اسمها، انا مش بحبها في الاكل. ده منتجات انا طبيعي مش بحبها. ليه؟ ام الله يرحمها ما كانتش تستخدمها، امهاتنا ما يستخدموهاش اه. هي هوجة طالعة كده مكسبات الطعم، الطعم كله ما اعرفش جاي منين. فليه الطعم ما بيطلعش من بين اصابع ايدك العشرة اه. الوايت صوص بتاعي طلع زي الفل اهو. هنشوف القوام دلوقتي واحنا شغالين مع بعض اه. اوريك القوام، عينيا نبص على القوام اه. طبعا لسه القوام ده هيتقل، خلي بالك اه، لان المكرونه هتكمل سواها في قلب القوام ده كده، والمكرونه غنيه بالنشويات اه. المكرونه تصنعها من الدقيق السامونيلا او الدقيق السميت الناعم، تقريبا كوبايتين من السميت الناعم مع كوب من الدقيق مع زيت مع بيض، ده تصنيع المكرونه. ممكن نستغنى عن الدقيق، بعض المكرونات بيخش لها دقيق وبعض المكرونات ما بيخشلهاش دقيق اهو، حسب السعر وحسب المنتج اهو. الوايت صوص بتاعي طلع زي الفل اهو، بس تعبت شويه ميه من هنا، من ميه سلق المكرونه. الله، سلق المكرونه اهو، حلو. ننزل بالمشروم بتاعنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ زعتر فيه، روزماري فيه اه، ونسيبها على النار تاخد غلوه. نعم، ممكن مخرجنا بيقول لو في شوربه فراخ عندنا، شوربه لحمه عندنا، نقدر نستخدمها، ممكن نستخدمها عادي، ما فيش اي مشكله. نشوف المكرونه وصلت لفين يا عم الشيف اه. ايه الاخبار؟ بص الوايت صوص، شوف الحلاوه، شوف الجمال، بالله عليك شوف ايه الحلش، ايه القوام ده، ايه ده. نقف محطة هنا، المحطة دي نسميها محطة الإبداع الطهوي، الخبرة الطهوية. لغاية دلوقتي هي كده شوربة المشروم بالكريمة، هنزود لها حليب أو مرق لحمة أو مرق فراخ، شوربة يعني، بقت شوربة المشروم بالكريمة اه. بس هنزود بس كوبايتين من الشوربة، أي شوربة أنت عندك، بقت شوربة المشروم بالكريمة. مكرونة بالوايت صوص والمشروم أهي. يلا مع السلامة، بقت مكرونة. الله الله،
كفايه دول، كفايه دول. قلب المكرونه كده ورينا قوامها بقى، ورينا حلاوتها، ورينا خطوتها اهي. طلعت وانا شغال كده. طب نعم اهو. طيب المكرونه جاهزه معايا للتقديم، ودايما بقول المكرونه عايزه وايت صوص خفيف. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع. افكار بسيطه وسهله ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شكل المكرونه على الشاشه وهي في المرحله الاخيره للتقديم بصراحه حلوه قوي. كلهم بعض دلوقتي اتعرفوا، المشروم اتعرف على المكرونه، الوايت صوص، الخبره الطهويه. شايفه القوام؟ المكرونه مستويه اهو. تعالوا نقدمها مع بعض عشان نخلص منها ومخرجنا يتغازل فيها، على ما نشوف موضوع البطاطس المقليه بالجبنه. ومعانا سكالوب بانيه مع خضار سوتيه. الخضار الستيه صفناه من الميه، جاهز عندي، بحمره في معلقه من الزبده، بياخد تشويحه كده. انا بحب الخضار السوتيه دايما متشوح في زبده او في سمنه، بيبقى طعمه حلو، عامل زي البيض المدحرج كده. طبق المكرونه نغرفه هنا في الطبق الحلو ده كده. الله، سفينه من المكرونه. يلا اهي، شوف المكرونة وجمالها، بص على الحلاوة، بص على الشهاوة، بص اهي 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 اهي. ايه ده ايه ده ايه الحلاوة دي يا شيف؟ مكرونة بالوايت صوص والمشروم. تسلم ايدك يا عم الشيف. اهي الف هنا وشيفة للي ياكل. البرزنتيشن بتاعنا عود نعناع، عود ريحان، انت وجيبك. شوية بقدونس مفرومين اختياري برضو، حاجه كده مفرومه خفيفه. جبنه اختياري برضو، انا احب الجبنه البرمجان المبشوره او الروم المعتقه، بس ما يكونش فيها فلفل اسود. بحطها على الجبنه، بتحطها على المكرونه بتبقى طعمها حلو قوي. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، فيها خبره طهويه، فيها انك تكوني وزيره اقتصاد جوه بيتك. دي بابريكا صغيره كده بحطها تاتش كده اهو. تقدري انك تعملي سفره مختلفه في الشكل وفي الطعم وفي اللون وكمان القيمة الغذائية. عملنا طبق مكرونة بالوايت صوص مع المشروم، وده مشهور في بعض المطاعم. عملنا سكالوب بانيه، يسمى في المنيو كده سكالوب بانيه أو كوردون بلو أو سكالوب فينواز. فينواز بياخد شرايح من الليمون مع بقدونس وبياض بيض وصفار بيض مبشور. الكوردون بلو بتبقى نفس حتة اللحمة محشية خضار أو جبنة اختياري، هي نفس المكونات يعني، مع خضار سوتيه. قدمت معاها جبنه اختياري. البطاطس الحلوه اللي انا بحبها بجد، وحبي معاها الفلفل الهلامينو ده بيبقى لطيف وجميل. الفلفل السبايس شويه ده بيتباع وبتعمليه في البيت يبقى لطيف وجميل، او البابريكا اللي حطيناها عليه تبقى لطيفه زي الفل. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.